تشهد البلاد نشاطا في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 70 كيلومتر في الساعة وتكون مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. أستاذ عبد العزيز، بعد التحية، حدثنا عن الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة وأيضا فرص الأمطار المتوقعة. حياك الله، مسي عليك بالخير ومسي على الساده المشاهدين بالخير. طبعا تتاثر البلاد الان في نشاط الرياح الجنوبيه الشرقيه، في هذه اللحظه تجاوزت سرعه الرياح 45 كيلومتر في الساعه، خاصه على المناطق الساحليه والمناطق البحريه من دوله الكويت، ايضا متوقع ان تتجاوز 60 كيلومتر في الساعه. ايضا فرص الامطار مستمره ويانا الان في هذه اللحظه، هناك بعض الامطار متفرقه على المناطق الشماليه والمناطق الشمالية الغربية، متوقع أن تستمر فرص الأمطار حتى منتصف هذه الليلة بكميات خفيفة إلى متوسطة بشكل عام، تركز على المناطق الجنوبية من دولة الكويت، قد تكون رعدية على بعض المناطق الجنوبية ابتداء من بعد منتصف نهار، من بعد منتصف الليل تبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي بمشيئة الله. نعم، الزميل عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك. حياكم.